ما كانش معانا، شي كان عايش في القنصر. الوالد ديالي وانا تزاديت كان في الحبس. الوالد ديالي حكموا عليا اعوام واعوام. انا حاسب هاد الناس علاش؟ حيت انا 12 عام كنمشي نبيع الميكا بجوج دريال. انا درت فراشه تنتقدى 50 درهم ديال الطوني يكون بيها. انا ما خليتش ما درت. بعت كلينكس. طلبت انا صغير، انا طلبت انا مشيت في الطوموبيلات كنوقفو دورو معايا. انا كنت الوالدة كتسخرني كتعطيني 20 درهم مشي نجيب شي حاجه كنخسرها ولا كطيح ليا خوفا من الوالدة تعطيني خصله من الخضيه العصا. كنمشي نطلب في الطوموبيلات عافاكم عطوني فلوس وكذا. انا هادشي علاش حسيت بهاد الناس، حيت كنت شفت شي دراري صغار شفتهم وشفت راسي وانا صغير فاش كنت باقي صغير، قبل ما نمشي للطاليان، قبل ما نخدم، قبل ما نعيش في الغربه، قبل ما نمشي نسكن في السكن الاقتصادي اللي ساكنين فيه حاليا الوالديه. انا داكشي علاش حسيت بهاد الناس، ارتحيت في العيشه معاهم. تفكرت راسي وانا صغير داكشي علاش، كيفاش نقدر ندير لهم درهم؟ انا كنقسم لكم بالله، انا اليوم فرحت. علاش فرحت اليوم؟ فرحت بزاف حتى الشاء الله يكثر خير المغاربه. اقسم بالله لا احسن شعب في العالم هو محنا، احسن شعب في العالم صاحبي اختي. راه اي دوار كتلقاي فيه جوج رموكات ديال الماكله، دوار واحد جوج رموكات ديال الماكله اللي قدروا ياكلوهم 5 شهور 6 شهور. هادشي فرحني، غير ما عجبنيش ديك الطريقه باش كياكلوا يرموا. ماشي مشكل، ولكن كلشي كلا، حتى شي واحد ما يموت بالجوع، كلشي فرحان. نسيناهم في همومهم، نسيناهم في والديهم ماتوا ليهم، نسيناهم فرحناهم. كنقسم لكم بالله العلي العظيم الا فرحان. عرفتي وصلنا لواحد الدرجه اللي تيقول لنا كنكونوا طالعين تيقول لنا لا صافي غير سيروا جابوا لنا الماكله. قسما بالله العلي العظيم خصنا نفتخروا براسنا كاملين، حيت حنا واحد الشعب احسن شعب في العالم. كل شيء جاي، اللي عنده كاين اللي تلقى فراس مالو كاين اللي عايش في براكه. انا شفتي وحدنا عايشين في براكه، كان كتلقى فراس مالو 2 مليون، فراس مالو بولادو حيد منا 5000 درهم ومشي يصدق جا عند هاد الناس. حنا احسن شعب وقسما بالله الى احسن شعب. انا غنرجع، انا تالا ساليت، انا سالينا نهار السبت ورجعت بحالي، غنرجع وانا فرحان اقسم بالله. رغم المرض انا مريض، حالتي ضعفيت، انا ديجا ضعيف، شوفوا وجهي كيولي راه الحياه اللي مغلضاني. ضعفيت عبرت راسي قبيله، لقيت راسي دابا وصلت شحال 56.5، 56 كيلو ونص عمري وصلت ليه في حياتي. كاع هذوك الايام فاش كنت مريض وضعيف بزاف كنت 57 58، 56 كيلو ونص وفرحان، ما كناكلش وفرحان. الله اللي يعلم. هادشي كامل كيرجع لكم نتوما، الشعب المغربي كامل، نتوما اللي قويتونا. لا نو نو، شكرا لكم كامل. خاصك تعرفوا بلي حنا خاصنا نفتخروا بعضياتنا كاملين، المغاربه كاملين، حتى الناس اللي هضروا خايب في الاول وهضروا على خوتهم المغاربه. كاينين الناس اللي كانوا عايروني وهضروا فيا وتا هما ناضوا مشاو تعاونوا، هادشي كيفرح. ماشي مشكل نهضروا في بعضياتنا، نسبوا بعضياتنا، ولكن واقفين مع بعضياتنا، كنتعاونوا مع بعضياتنا. فاش كتطلع للدوار تبغى تحط لهم الماكله كيقول لك لا صافي راه عندنا بزاف،
تقول لك عندنا بزاف، شوفوا دوار اخر عندنا بزاف. كتمشي لدوار اخر كيقول لك لا عندنا بزاف، كاين واحد الدوار الفوق شوفوا. كتمشي لذاك الدوار تقول لك لا صافي عندنا، عندنا بزاف، سيروا شوفوا كونج اخر. هادشي راه كيفرح اصدقائي، كيفرح بزاف. نتوما غادي تشوفوني تلقاوني من وجهي فرحان، سبحان الله العظيم تلقاوني فرحان رغم العيا وكلشي ولكن فرحان. غدا الجامعة ياكم، كنقسم لكم بالله العلي العظيم الى هاد السيمانة اللي دوزت مع هاد الناس انا، اقسم بالله الا قلت لي اسرك نسيت اني انا نسيت شي حاجة سميتها الطليان، اني انا عايش في اوروبا اول حاجة، نسيت اني انا كندير في تيك توك وكيعرفوني الناس، نسيتها. وليت كنحس براسي واحد بحالهم، عايش معاهم واحد منهم. الناس في الارض متمرمد، مش مغبر، رجلي مسخين بالطراب، حويجي مسخين. وليت نحس براسي بحالهم وفرحان ومرتاح. انا من بعد هادشي كامل اللي شفت انا كنقول عليكم مغربي حر مروكي نوبل. كنفتخر براسي انا مغربي، انا كنفتخر براسي انا مغربي، كنفتخر براسي اني انا مغربي. الحمد لله انا مغربي. الحمد لله اني انا مغربي. نزار غتجي نهار السبت ولا لا؟ نزار غتجي نهار السبت ولا لا؟ وي او نو؟ شوفوا الحاجات الزوينه هي كاين شي جوج دراري اللي مشاو معنا كيعاونونا وداك الشيء. كتلقاو دري ولد الشعب 25 عام، دري 25 عام ما عندوش ما خدامش. اوكي اوكي نزار نتسناك في كازا بلانكا، انا نجي نهزك. عنده 25 عام ما خدام ما والو، مسكين بقاو في داك الناس طالع كيعاون فينا. 25 عام ما خدام ما عنده والو ما بغى والو. شي جوج دراري كانوا معانا بغينا ندورو معاهم حتى يعاونونا، بغينا نلوحو لهم شي حاجه. قال لي لا ما بغاوش، ما عندهمش. قلت لهم كادو من عندنا والله ما بغاو يشدوها. نهار السبت غنكون في المغرب. اوكي نزار اوكي اوكي ان شاء الله. انا حاليا كاين في اكادير الاخوان، اكادير اكادير، وغنبقاو في اكادير حتى غدا ان شاء الله. جايه بيكوب من كازا، فيها كواش حوايج البرد، فيها شي خيام غادي نديهم. نتوما اللي غتقولوا لينا اين بلاصه، حيت نتوما كتشوفوا الفيديوهات اين بلاصه اللي باقي ما وصلوش للخيام. اما الماكله دواور كاملين مشتين بالماكله، غنديو لهم خيام. الناس اللي رايبين لهم ديورهم خاصينهم خيام، غنديو لهم خيام. غنشوفوا شكون هو الدوار اللي رايبين فيه الديور بزاف، غنديو لهم خيام ان شاء الله. فين يوصل رأيي لداخل كترشاح. أمير أكبر تحية لخويا أمير، حتى يسرى، يسرى بنت الله، يسرى فيها مرأة وراجل. أنا نقولها لكم يسرى فيها مرأة وراجل، تبارك الله على ديك السيدة، تبارك الله على ديك السيدة. أنا كنفتخر بأننا مزوج بها، حربية. كتعرفوا إنسانة حربية، إنسانة حربية، ناس معك في الأرض، تقاتل معاك، تهز معاك الثقل، إنسانة حربية. يسرى إنسانة حربية، كتما نسيت راسها انها مشهوره، هادي دير تيك توك، انها خدامه في لابونك، انها عندها، انها ما عندهاش. نسيت راسها ولات تحس براسها تا هي بحال وحده منهم. بنت الاصل نقولها ونعاود نقولها، يسرى بنت الاصل، وانا كنفتخر اني انا مزوج بديك السيده. تنقولها ونعاود نقولها، قمة التواضع، قمة التواضع، قمة التربية، قمة الأخلاق.
ودوما العيالات الحرات اللي كيوقفوا معاك وقفة الرجال وعيالات. الحاجة اللي فرحتني بزاف هي ما كانش فيديو كنحطه كنلقى الكومنتيرات الخايبة. ما كاينش كومنتيرات خايبة في فيديوهات اخرين لناس كيهضروا عليا وناس كيدافعوا عليا، ناس كيتبعوني كيدافعوا عليا كيهضروا في بلاصي كيجاوبوا في بلاصي، حيت عارفين اني انا ما مساليش، حيت عارفين اني انا خدام كنضرب شمار، عارفين اني ما مساليش كيدافعوا عليا ناس متتبعات كيدافعوا في بلاصي. الله يكثر خيركم، شكرا لكم بزاف حيتاش عطيتوني قوه وكتعطوني قوه وكتزيدوا تعطوني قوه وما حدكم كتعطوني قوه. وانا ان شاء الله هاد الناس غنزورهم بزاف، انا شي دواور اللي نقولها لكم انا لوكاليزاسيون صيفطتها باش نبقى عاقل على فين جات، شي لوكا صيفطتهم في النمره ديالي الاخرى باش نبقى عاقل على بغيت نرجع ليهم، حيت ان شاء الله علاش لا الجمعه تخرجوا يسرا من الخدمه معاكش تقدروا السبت والحد، الجمعه تخرجوا يسرا من الخدمه نشدوا الطريق نمشيو ادوار واحد كل مره باش صحت الله خد حويجات من الكراج على تما الجمله نعدي ما نبيعوش داكشي نجيبو علاش لا. الا كنا هادشي عاوتاني انا غنصورو من بعد ويحفز ناس اخرين يجيو علاش لا. دوك الناس راه ما باغينش خير منا، باغين يشوفونا يجلسوا معانا، يجي عندهم ولد المدينه يجلسوا معاه يحسوا بلي عندهم عائله. هادوك الناس راه ما باغينش غير الماكله وباغين حتى تمشي عندهم تزورهم، حتى صار بحال قلتي عايشين في عالم اخر. انا نقول لك راه البارح راه دخلنا مع جبل ثلاثة سوايع ونص عاد وصلنا لواحد الدوار، يعني تخيل معايا فين عايشين، يعني جبل ثلاثة سوايع ونص وطريق خايبة فين عايشين الناس. فين عايشين هاد الناس اصاحبي؟ شكون كيجي عندهم باش يهبط يتقدى؟ تيتقداو تما عندهم حوانت صغيرين ولكن ما عندهم شي حوايج باش يهبط يتقدى ولا يشري لبسه ولا مكيشريوش الباسيمو مرة في العام واقيلا ولا شراو. تلقى واحد ما هابطش للمدينة، تلقى واحد ساكن في دوار وما هابطش لتارودانت، تلقى مدى الحياة عنده 11 عام عمره هبط للدوار، عمره هبط للمدينة، 11 عام إنسان عمره